بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم إن شاء الله رح نكمل في سلسلة بنشرح فيها عن الجهاز العصبي. بهذا الفيديو رح نشرح عن أحد الأمراض اللي بتصيب الجهاز العصبي وهو الأوتيزم. في البداية حابة بس أحكي كم نقطة، يعني هي أغلاط متعارف عليها بالنسبة لمرض التوحد. أول نقطة بدنا نركز عليها إنه التوحد هو مش مرض نفسي، هو اضطراب عصبي. وكل مرضى التوحد دائما هيك بيكون في فكرة عنهم إنهم انعزاليين، ولكن لا، هو له أطياف متعددة وأطياف كثيرة، وكل حالة إلها خصوصية. طبعا في بعض المصابين بيكونوا هم صغار انعزاليين، وبس بيكبروا بتغيروا شخصيتهم، أو ممكن العكس، لما يكونوا صغار بيكونوا اجتماعيين ولما بيكبروا بيصيروا انعزاليين. فالفكرة يا جماعة إنه مرض التوحد له أطياف متعددة وكل حالة لها خصوصية. وهناك بعض الإشاعات إنه مرضى التوحد عندهم قدرة خارقة، أو أحيانا ممكن يكون عندهم موهبة خارقة. بدنا نحكي إنه لا، مش شرط إنه يكون كل مريض للتوحد هو عنده قدرة خارقة أو ذكاء غير عن باقي الأطفال. فالتوحد لكل حالة بيكون في إلها خصوصية. فإحنا بهذا الفيديو فقط رح نحكي introduction to the autism، يعني نظرة عامة عن مرض التوحد. طبعا في البداية بدنا نعرف إنه الأوتيزم سبيكترم ديسوردر، بنسميه إحنا اضطراب طيف التوحد. طبعا هو يحدد من خلال مجموعة من الأعراض. هذه السيمبتومز involve impairment in social communication and interaction، يعني هذا الشخص اللي عنده التوحد بيكون في عنده مشكلة في التواصل الاجتماعي وفي التفاعل مع البيئة اللي بيكون موجود حواليها. طبعا مريض التوحد بيكون في عنده restricted and repetitive behavior، يعني بتكون في عنده نمط من التصرفات المتكررة واللي ما بيكون لها أي سبب أو أي هدف معين. طبعا هي كمان involve typical brain organization starting early in development، يعني لو إحنا بدنا نقارن البرين تاع الطفل الطبيعي والبرين تاع الطفل المتوحد، راح نلاحظ إنه البرين أورجانيزيشن عند مرضى الأوتيزم بيختلف تماما عن الشخص عندي الطبيعي أو عند الطفل اللي بيكون طبيعي. إذا بدنا نشوف التيبيكال برين ونقارنه مع الأوتيستيك برين، راح تلاحظوا إنه النشاط أو الأكتيفيتي أو الأورجانيزيشن الموجود عند الشخص الطبيعي بيختلف عند الشخص المصاب عندي بالتوحد. فبدنا نلاحظ إنه المصاب عندي بالتوحد نمط التواصل ما بين الخلايا العصبية بيختلف عن البرين اللي بيكون عندي طبيعي. هلا بدنا نحكي شو ممكن يكون الريسك فاكتور أو العوامل الخطر اللي هي بتكون السبب لحدوث عندي التوحد. طبعا بدنا نعرف الآن إنه هذه الأعراض مش معروف ليش إنها بتصير وليش بيصاب عندي التوحد، ولكن خلينا نحكي إنه في بعض العوامل اللي هي مرتبطة أكثر مع التوحد. أول عامل إنه ممكن يكون الجينيتكس، ممكن العوامل الوراثية، ولكن كمان العوامل البيئية بتلعب كمان دور. أحيانا كمان ممكن بسبب إنه الأم ممكن ولدت على عمر نوعا ما كبير، فبالتالي هذا بيكون أحد الأسباب لحدوث عندي التوحد. أو كان ممكن يصير عندها birth complications أثناء الولادة، صار في عندي مشاكل هاي أدت لحدوث كمان التوحد. طبعا للآن مش معروف ليش هذا الإشي بيصير، ولكن ممكن يكون في عندي بعض الإبيجينيتيك إفكت، يعني بعض العوامل اللي بتأثر عندي على الجينوم، فبالتالي بتأثر عندي على حدوث التوحد. بعض ممكن الإنفلاميشن أدت لحدوث عندي كمان التوحد، بعض الأكسيديتيف ستريس، وبعض كمان الهايبوكسيا اللي هو نقص الأكسجين بيؤدي إلى حدوث عندي التوحد. فالفكرة إنه بدنا نعرف إن التوحد هو مرض عصبي مش نفسي، له العديد من الأسباب، ولكن ما في سبب وحيد هو بيكون السبب الأساسي لحدوث مرض التوحد. ويعطيكم العافية.